السلام عليكم، صباح بخير، لاباس عليكم؟ اليوم الله يبارك رقم 17، واخا والله ما بقيت حاسب، ما عرفتش 18 19، مي البارح كنت كتبت اللايف رقم 16، اليوم نحسبوا اللايف رقم 17. تبارك الله عليكم، يكون الله عندكم الصباح. دابا شحال دابا في المغرب؟ دابا سيتي في المغرب 11 كل قسمي، تكونوا نطو. دابا عندنا هنايا 5 كل قسمين، اليوم عاوتاني نيت غادي نشد بكم الطريق عاوتاني حتى للدونتيست. ما كنتش غادي ندير الاخوان كاع هاد اللايف هذا، ولكن فهمتي الالتزام، ملتزم معاكم غادي ندير اللايف، يعني غادي ندير اللايف. راه كنحترم الوقت، النهار اللي مايمكنش بحال المره اللي فاتت مايمكنش درتو ساعه قبل، على قبل راه عندي حتى دابا راه غادي للدونتيست، عاوتاني نعاود نجركم معايا حتى للدونتيست. صبروا معنا، هادشي اللي عطى الله هذا ما عطى الله. السلام خويا سيمو عبد الجليل، الله يحفظك اخويا عبد الجليل، صباح الخير عليك، تبارك الله عليك. وسمو هاد المره الاخرى ما شفتكش في المغرب. با وليد، وليد الشديد الشيخ ديالنا، الله يحفظك اخا الشيخ، راني كنقرا لكم المونتير ديالك، ما عندك ما نتساك. تبارك الله على الدراري كاملين. انا في واحد الفيراج دابا ما قراش الاسئله، ندوز شي فيراجات، شي طلعات، شي نزلات، وهاني معاكم. باقي عندنا واحد السوايع ان شاء الله ديال الطريق من هنا لتما. اللايف علاش غادي يكون الاخر؟ مزيان اخويا هذا السؤال هذا، راني تما ما كتبتش علاش غادي يكون الاخر. اللايف غادي يكون اليوم الاخراني، اليوم 26، غدا 27 جايين، عندي شي ناس خدامين في الشركه ديال نمشي، واحد الشركه اخرى جايين عندي من دبي، ان شاء الله غادي يجيو عندي هنا لتايلاند، دونك غادي نكون ملهي. مابغيتش نخلي راسي التزام بحال هاد الوقيته هادي، وما يمكنش نقول لهم القوت سمحوا لي غادي نمشي ندير واحد اللايف، سيرتو جايين ندوب في حاجه ديال الخدمه، سمحوا لي راه غادي نمشي ندير واحد اللايف. دونك قلت ما بلاش البيرود الجايه ما نخلي راسي حتى شي التزام، اللي يكون لايف. وتقريبا راه تلقى بلي مع تنعاود شويه من اللايفات، الاسئله اللي طرحوا كنعاود نشوف واش فهمتي الاسئله اللي طرحوا شنو كان الموضوع، شنو هو اساسيا. قلت لك طريقه كيتعاود على امازون، لقيت واحد 60% ديال الاسئله كيتعاودوا. دونك عاوتاني نهار 27 28 29 30 غادي يجلسوا هنايا، غادي يمشيو فحالهم، غادي يجي الاخ يجي حيا وصاحبنا الشقر، غادي يجيو عندي للتايلاند نهار 3 ان شاء الله غادي يكونوا هنايا. يعني مشينا عندنا ان شاء الله واحد الرحله فيها 40 يوم، يعني ما بقى لايف. ماشي هادشي تنقول لك ما بقاش اللايف، ما بقاش غير هاد الالتزام، ما بقاش غير هاد الالتزام ديال 11 12، ما بقاش غير هاد الالتزام هذا ديال 11 12 في المغرب كل نهار، ما نقدرش باقي نلتزم. لان ما عرف الوقت فين غادي تديني، وما عرف راسي فين باقي غادي نبات، فين الدوله هنا مدينة، الله اعلم. ما بغيتش الاخوه نلتزم معاكم وفين هو السيمو لايف قال لينا. بقيت ساكت على قيد الله يخوان، مركز مع الطريق. صباح الخير، مساء الخير خويا سيمو، الله يحفظك اخويا، مساء الخير عندنا، راه دابا 5 د العشيه، صباح الخير عندكم 11 ديال الصباح. ممكن معلومات على البيع في اي باي خويا؟ البيع في اي باي كنت بعت في اي باي في 2006، يقدر 2006 يقدر بعت في اي باي في 2006. اخويا غادي تمشي تحل سيلر اكونت، ولا بغيت خصك باي بال، لا بغيتي تسرع لي ترانزاكسيون اسميتو. في داك العهد ديال 2006 ما كانش باي بال، كنت كنتوصل بشيك، كان تيصيفطوا لي الواحد من فرنسا، كنت كنبيع في اي بي بوين فير، تيصيفطوا لي من فرنسا وكيوصلني، وتنمشي تيوصلني في واحد 15 يوم، مع كيصيفطوا لي في البوسطه ولا 20 يوم، وكنمشي كنتي عاوتاني باش يتصرف، باش يتصرف كنتسنى واحد الشهر، وكنعلمو بيان سور، عاد كنصيفط ليه السلعه ديالو. دونك القضيه كانت ترانزاكسيون وحده كتاخد شهرين. دابا اخويا راه غادي تشد الفلوس اليوم، عندك باي بال راه بالزربه، غادي تشد فلوسك اليوم، هادشي بلا ما ندوي على الناس اللي ادفانسد، اللي عنده سترايب واللي عنده شركه في ميريكان وداكشي، راه تياخد فلوسو سير بلاس، تياخد فلوسو سير بلاس، وما كيديرش ليه باي بال داك الحماق ديالو ديال
راه دخلوك الفلوس بزاف اليوم بلوكي ولي كاجي نحققو معاك اجي نشوفو عطيني التراكينغ نمبر ديال الترانزاكشن عطيني واش صيفطت هادي عطيني دوك التحقيقات الخاويه ديال باي بال فهمتي هو ماشي تحقيقات خاويه لان الشفره كثيره الاخوان ماشي باي بال ما كيديرهاش تفليه لان كاين مغربي كيعرفوا الاخوان الناس ديال الانترنت ماركتينغ دا 200,000 دولار $200,000 فهمتي ما صيفطش للناس السلعه ديالهم دا المهم هو ما تيهموش تيرا مشى دار بها مشروع في المغرب الله يسر ليه الله يوفق ليه او تيعرفوا الاخوان ديال الانترنت ماركتينغ ما اخواش نقول سميتو انايا الله يسهل ليه المهم $200,000 دا ديال السلعه خلصوا عباد الله في الفلوس خلصوا عباد الله فلوس ما صيفطلهم سلعتهم دار لهم السلام عليكم بالسيف الا شفتي باي بال كيعكس معاك ولا تو تشيك اوت حتى هي تعكس معاك وتشوف بلي كلشي كيعكس معاك عرف راه ماشي زعما كيديروا معاك هكاك لان اخويا طراو مشاكل اخي محمد شكرا بزاف انا اعلم ان التسجيل في امازون متوقف يا اخويا متوقف حتى 19 ديسمبر الاخوان اللي ما فراسهم مشاو ما تما نقولوها اليوم نذكرهم جزاك الله خيرا صبر نشوف اخويا راه كندير هكا وهكا تكون عندي شركه حتى تسجل في حساب هل لابد ان تكون عندي شركه حتى خويا امازون ما تحتاج شركه في امازون السؤال ديالك دوزو انا تنعاود نردو عاوتاني شركه في امازون ما تحتاج شركه قال لي تحتاج هو كونت ديال بايونير كان خدام ما عرفتش واش باقي خدام الله اعلم وهل ارسل المبلغ الى هل ارسل السلع مباشره بواسطه تتكلف توصل الى مراكز امازون وتتكلف ما يتعلق بالجمارك سواء الجمارك المغربيه او الجمارك الامريكيه خويا انسهل عليك القضيه مع شي اخوان مناني نشرح لك نتايا وشي اخوان حتى هما اخرين وهذا هو الهدف من اللايف الاخوان اللي سميتو راه ما كنجيبوش السلعه مثلا لقيت شي برودوي في الشينوا كيتباع بدولار في الامريكان كيتباع ب 12 دولار كنجيبوش حتى للمغرب عاد تنعاود نصيفطو من المغرب لازميتو راه من لاشين كنصيفطو ديريكت لامازون في امريكا وملي شي واحد فيكم غادي يشوف شي فورماسيون ديال امازون راه غادي يشوف باللي كيشرحوا كيفاش البروسيدور لان ملي كتقول لامازون باغي نصيفط لك مثلا من هاد السلعه هادي 1000 كيقول لك قسم هادي مع على 3 تيقول لك هاد لادريسا هادي في امريكا غادي تصيفط ليها 400 وهاد لادريسا هادي غادي تصيفط لها 400 وهاد لادريسا هادي غادي تصيفط لها 200 لان هو ما تيبغيش السلعه تبقى مجموعه عنده في ستوك واحد كيقول لك صيفطوا 103 ديال لي ستوك في امريكا عنده انت شنو كتصيفط لدوك الثلاثه وهو باش كيعرف ديك السلعه اللي واصله راه ديالك هو انه كيعطيك واحد الورقه الطبعه كيعطيك ورقه الطبعه تيقول لك ديك الباكيج الاولى جات صيفطوا لهنايا لصق فيها هاد الورقه دونك الكارطونه انت كتفق مع ديك الشركه في الشينوا كتقول لها هاك هاد البي دي اف هذا طبعي حطيه على الكارطونه الاولى هاد البي دي اف الثاني طبعي حطيه على الكارطونه الاخوان مشى اللايف عاد عاود رجع وباقي عطيني راه يور كونيكشن از ويك عاود رجع دابا راه المهم انت كما قلت لك داكشي كتعطيه لديك الشركه في الشينوا كتشرح ليها ولا كثري ديال الشركات ما تشرح لهم في الشينوا لانهم راه كثري ولاو خدامين مع الناس اللي كتبيع في امازون دونك كتمشي كتسولهم كتقول لهم واش عارفين البروسيدور ديال امازون تيقول لك اه دونك انت كتصيفط لهم دوك الوراق اللي طبعوا ويلصقوا راه هما فاهمين كاع الشركات اللي جدوا معاهم في علي بابا لا كثري غادي يدوزوا لا بروسيدور ديال امازون قضيه الجمارك اخويا الجمارك لان ملي كتصيفط من الشينوا الامريكان خاص تاخذ اقل من 30 يوم ولا امازون كيبدل دوك الوراق اللي قال لك صيفط بهم بحال قلتي كيلغي ديك لوبيراسيون دونك اشنو كنديرو كنمشيو لان داكشي غادي يمشي في باطو الا بغيتي تقام عليك رخيص اللي كانت السلعه كثيره خاصها تمشي في باطو لان الا صيفطتها بالدارجه اللي كدوب في الملايين داكشي اللي غادي تصيفطو في باطو ب 1000 درهم غادي تلاقو غادي تصيفطو بالدارجه خصك واحد 2 مليون 3 دونك خاصك تصيفط في باطو وملي غادي تبغي تصيفط في الباطو خاص شي واحد اللي في الميريكان يتلكا لديك السلعه ويجيوانيها ويتصدع معاها ويخرجها من البور دونك اشنو غادي تمشي غادي تكتب في جوجل اف بي اي فوروردينغ اكتب اف بي اي فوروردينغ يعني اف بي ا غادي تكتب على حدا فوروردينغ اف او ار فور دبليو او اوردينغ فور ف
فور WORTENG FBI فوروردينغ. غادي تلقى بزاف ديال الشركات اللي كيديروا هاد القضيه هادي. غادي تصيفط ليه السلعه الامريكان هو ملي غادي توصل غادي يقول لك راه وصلات وها شحال ديوانينا وها شحال كدا وها سميتو. وديما كنقولها الاخوان راه ما جيتش راه في الاول حاول تبدا بشي حاجه صغيره. خاتم بحال الخاتم كتلقاه داير 5 دراهم وخفيف غادي تصيفطو مع الداجل ما تحتاج لا باطو لا والو. شوف شي حاجه خفيفه. شوف في الاول بيان سور ما تخدمش شي حاجه كبيره. في الاول حاول تفهمي البروسيدور. في الاول حاول بحال قلتي في الاول ديما اي حاجه بغيتي تبدا في حياتك في الاول التجربه الاولى اعتبرها خاسر والثانيه خاسر والثالثه راك خاسر. في الاول حاول تفهمي البروسيدور ديال امازون. ورا بيان سور داكشي اللي غادي دير مع الخواتم الا جيتي باغي تصيفط خواتم اللي ما ساوين حتى حاجه خفاف ما هادشي يكلفوك في التصيفط هي البروسيدور اللي غادي تستعملها بغيتي تصيفط الثلاجات. واخا الثلاجات لا ينصح بهم انك تصيفطهم مع ذلك انت شي رجل اعمال كبير لان راه كاينه فلوس كثيره تما. الوزن على المساحه اللي كتاخذ الثلاجه على التكلفه ديال الثلاجه على ما كدوش بخاتم ب 5 دراهم ولا كدوي على برودوي سيروم ب 10 دراهم ولا 20 درهم راه كدوي ثلاجه. والاخوان بالمناسبه مع امازون ما هادشي حل حتى 19 ما عرفتش على الاخوان مال الكونيكسيون كتمشي وكتجي. مع كنشوف تدوز 3G 4G 3G 4G مع غادي كنتحرك كل منطقه وشنو فيها كل مره كيضر تضطر يدير لنا هاد القطعه هادي. الاخوان ما كيعنيش ان امازون ما جي حل حتى 19 ديسمبر يعني تمشي تنعس حتى 19 ديسمبر. هادشي يعني ان غادي تمشي تاناليزي تدخل amazon.com تشوف شنو طاري تشوف شنو كيتباع شنو ما كيتباعش. تبدا من دابا كتبلاني تكونتاكتي شي شركه في علي بابا ما بيان سور ما تكونتاكتي شركه وحده غادي تكونتاكتي شي اربعه ومينيموم غادي تقارن بيناتهم. كيعنيش ان تمشي تنعس راه من هنا لديسمبر مع التجربه ديالك الاولانيه يلاه تشوف شي فورنيسور للسلعه ديالك ويلاه 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 ماشي عاد حتى توصل 19 ديسمبر عاد تبدا انت خدام وما توجد البرودوي حتى الفبراير يعني حتى الفبراير العام الجاي. لا دي فرصه فيها خير ان امازون وكيف الناس جداد. علاش رجعوا الله يفتح ول البارح الاخوان اللي تيسول دابا عاد علاش فيها خير انك تمشي توجد وفيها خير ان الضوء الاحمر دابا هادي شعل غادي نقرا الاسئله على خاطري. الحمد لله والشكر لله الحمد لله اخيرا. مساء الخيرات ولدي السمع ان شاء الله عليك خالتي حفصة الله يحفظك تبارك الله عليك. سلمي على الجزيره وتحيه للجزيره الاخ ديالنا الجزيره وكريم جبران وسلمي على كل شيء خالتي الله يحفظك والله يخلي لك وليداتك. اخي سيمو توفر على 100 دولار نبيع لي هادشي في ماذا تنصحوني ابدا كاجمع راس المال ادسنس او ريسكين او شوبيفاي. خويا عندك راس المال الا بغيتي تبدا ريسكين راك عندك راس المال ديال ريسكين. الريسكين كيحتاج 25 دولار ديال كونت تاع جوجل بلاي. راه عندك 25 دولار وكفيه حتى باربعه المرات. صرا خويا جد 25 دولار شري بها كونت تاع سميتو غادي تدخل لي جروب الجروب سميتو واحد الشيء نمبر 1 او نديرو لهم ديديكاس تحيه للدراري تاع الشان نمبر 1 كاملين. غادي تمشي للجروب ديال النورداكس حتى هو عطى الله لي جروب. غادي تدخل تلقى لي كود سورس ولاو هي ملاوحين خاص اللي يخدم كود سورس كتلقاه داير 200 دولار 300 دولار. لي كود ديال كود كانيون رخاص لي كود اللي غاليين كلشي كاين كلشي متوفر. العهد ديالي انا يا خو راه ما كنتش لقيت هادشي راه ما كاينش هادشي. دابا لقيت اللي يدوي معاك ولقيت اللي يدوي معاك بلغتك بالدارجه الحمد لله. في العهد ديالنا ما كانش معاه من كاع الدول ما كان معاه من تقول ليه لا باي بال ولا شوبيفاي ولا يفهمك كاع. لي كود سورس عندك بقات حاجه واحده اللي خاصك هي انت واش كاين. لي كود سورس كاينين الفلوس قلتي عندك 100 دولار كاينين خاصك 25. بقات حاجه واحده واش انت كاين طريح تجلس تخدم وتعلم الريسكين بيان سور. بيت اخويا سيمون تعلم الريسكين توكل على الله اخويا تعلم. واش مازال شي امل ينجح الوعد في السي بي ا بلا فيسبوك ادز ترافيك؟
اخويا كاين امل، سيرتو الناس المبتدئين كاين امل، وكاين امل كبير، لان المبتدئ بروبلر از تقدر تجيب ليه حتى $100-200 في النهار ياك. ولكن ما يمكنش يجي شي اخ يقول لي بيان سور اللي كنخدم لي كوميرس ممكنه حتى بروبلر ادز، ما يمكنش يجي شي اخ يقول لي راني خدام بروبلر ادز وكنجر $10,000 في النهار وكتشط لي منها $2,000 ولا $3,000 ربح. هاجي نقول له فاك كيف درتي لي هذا $10,000 في النهار وخسر $7,000 معاهم؟ فهمتي؟ لان الترافيك ماشي عنده محدود، ما محدود وماشي كاليتي، وماشي ملي كنقول ماشي كاليتي ماشي يعني ميت، راه كيكونفيرتي ولكن ما كيوصلش للكاليتي ديال الفيسبوك. وبالتالي كنقول ملي كنقول لك الفيسبوك يعني الفيسبوك حاول ان لو بغيتي تكبر الارقام ديالك كبرونيت فيسبوك ولا بوتا الاخوان. فيسبوك فهمتي، فيسبوك دابا راه هو اللي كاين، هو اللي تيبقى للسنوات الجايه، واحد العامين 3 سنين الا خرجت شي حاجه اخرى. اما حاليا فيسبوك، وراه كتشوفوا الاخوان وراه شخصيا كنعرف مغاربه شي فايتين $10,000 في النهار في شوبيفاي، الله يسخر لهم. تعرفوا مغاربه فايتين $10,000 في النهار في شوبيفاي، يعني سير ما تسمعش هذا الرقم هذا وجيت تمشي تصارع عليه حتى نتايا. هاد راه خدمه ديال عام وعامين وثلاث سنين وكتلقاهم في الدومين قدام، يعني فهمتي. في الاول مع راه ولا كنقولوا شي ارقام وكندم على كاع كنقولهم. في الاول الاخ بحال واحد الاخ سولني البارح وكنت باغي نجاوبو تليت شحال كتربح السيمو لايف، اعتبرني كنربح $500 في الشهر. من الاخوان كاملين اعتبرني كنربح $500 في الشهر، لان انت في الهم ديالك في الاول هو انك توصل $500 في الشهر. الا قدرتي توصل $500 في الشهر تعرف كيفاش توصل ل1000. الا ما قدرتيش توصل ل500 راه ما عمرك ما غادي دير حتى حاجه. الا ما عمرك قدرتي توصل $10 في النهار راه ما عمرك غادي دير حتى حاجه. ارجع عاوتاني النقطة اللي كنت فيها على جبد هاد صحابنا هادو اللي كيديروا اكثر من $10 في شوبيفاي، واخ مغربي داير $600,000 في شهر واحد في شوبيفاي، واخ مغربي داير $200,000 في شهر واحد في السيبيا. هادو فاتوني، وكما كنقول ديما انا ماشي في سباق 100 متر ولا نضرب مع شي واحد، كنفرح ملي كنشوف الدراري محركين. هادو كاملين خدامين فيسبوك ادز، هادشي علاش قلت هاد الهضره هادي، هادو كاملين خدامين فيسبوك ادز. دونك ما جاش شي واحد قال لي اخويا سيمو راه انا شوف شحال ضارب وراني خدام في بروبلر ادز. وكنرجع عاوتاني وخاصني ناكد بلي هاد الارقام هادو ما شتيهم من النهار الاول. هاد الاخوان هادو قدام فهمتي، قدام عارفو انا من 2006 قدام، يعني قدام. والبارح قلت محمود فتحي دار 8 الارقام دولار، راه تنعاود نقولها راه ما دارهاش بوحدو، راه عنده شركه اللي ولات اكبر شركه اعلانات في السوق العربي، اكبر شركه اعلانات في السوق العربي حاليا على الانترنت راه هي ديال الشركه ديال محمود فتحي، عليها دار 8 ديال الارقام دولار، وبالنسبه للسوق راه والو. وحاجه اخرى راه كما قلت البارح مخدم مع 56 واحد، ما دارهاش بوحدو، راه لان راه المشاكل اللي كيطراو واش يا اخوان كيسمعوا هاد الارقام هادو وتيبدا تيحلم بزاف والمشكله هي ما كيخدم والو. كوني كانوا كيحمسوا يخدم، حتى انا باغي ندير بحال هذاك راه تيضربوا حتى ما راه ما كايناش. اخي سيمو لماذا تنصح دائما بالريسكين؟ هل ادسنس يحتاج وقت كبير ام ماذا؟ خويا ادسنس ماشي تيحتاج وقت كبير، ولكن كنقول لك دابا حاليا ادسنس تمشي تخدم. تنقول الموجه فين جايه؟ الموجه جايه عند جوج، جايه عند واحد ماشي جوج. انا نقول لك علاش قلت جوج. الموجه جايه بحال هكا، جايه الموبايل هو الموجه اللي جايه للموبايل. كاين ناس استغلوها بجوج طرقان، كاين صحاب الريسكين اللي كيقادوا الموبايل ابليكيشن، وكاين الناس اللي بحالي السي بي ا الموبايل اوفرز خدامين على لي زوفر ديال الموبايل. ها هما جوج ديال الناس هما اللي مستغلين الموجه ديال الموبايل اللي كيقادوا لي زابليكاسيون. بيان سور واحد الله جاي ما يقدرش يقاد ابليكاسيون من ا0 لانه ماشي ديفلوبر، ماشي بغا يشد شي واحد قالت لي ابليكاسيون غادي يكلفو بزاف، لو جيت شد انجينير قالت لك ابليكاسيون ا0. دونك الريسكين هو اسرع طريق ولا السي بي ا. ولكن اللي جيت الاكثريه دابا ديال الاخوان ملي كنقول ليه السي بي ا تيقول لك وراه خاصني نبدا خاصني $1,200 قلتها فمك يا القليله، علما انا غادي نغير الكلمه ديالو وغادي نقول $2,000، ولا جيتي عندي العام الجاي غادي نقول لك $3,000، لان الكوست ديال التكلفه ديال الاعلان غدا وكطلع ماشي انا اللي كنزيد.
انا كنقول لك السوق شنو فيه وكنقل لك الواقع كيف ما هو. يا وليد بدا السبا العام الجاي ان شاء الله جيت خصك، كنت قلت في 2015 قلت خاصك 1200 دولار، لو جيت بدا السبا نقيو مزيان خاصك في 2016 خاصك واحد 2000 دولار العام الجاي. لا 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 لا, لا باقي كنبوستي الفيديوهات والله اعلم، واخا كنقول هذا العام هذا هو الاخراني، يقدر نقول لك 3000 يقدر نقول لك 4000، يعني كنقل لك الواقع كيف ما هو. الاخوان ماشي كلشي في استطاعتو هادشي، وبالتالي كنقول الريسكين، تسمعي كنقول الريسكين 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 بزاف، لاني كنشوف بزاف ديال الاخوان حتى هما صحابي فهمتي، تلقى لا كان لا علاقه بالمجال، كتلقاه مثلا كان هو في المونتاج، كتلقاه كان في فهمتي الديفلوبمون ديال لي سيت ويب، كان في شي مجال اخر كان تكنيسيان، تخرجت انا وياه بقى مريح في دارهم. هاد العام هذا ملي كنت كندوي كندوي تيسولني كيقول لي اخويا السيمو باش تنصحني، كنقول ليه الريسكين فعلا ترجع من بعد تقول لي اخويا السيمو راني درت 10 دولار راني درت 15 دولار راني درت 20 دولار. هاد الشخص هذا اللي ما كان في جيبو التاريه كون قلت ليه السبا كون حطمته فهمت، غادي نقول ليه يقول لي واش غادي نبدا خاص السيمو غادي نقول لك خصك واحد 2000 دولار، غادي يقول لي او فاك انا منين غادي نجيب هاد 2000 دولار. دونك بحال اللي كنقول ليه سير فحالك، ما دونك ما عنديش انا مع سير فحالك، الحل هو غادي تبدا شوف يقدر تجي شي حاجه في الموبايل، اي حاجه في الموبايل ركبها. الاخوان ديال شوبيفاي راه عندهم الاكثريه ديال السيلز من الموبايل، يعني حتى هما راه راكبين راكبين الموجه ديال الموبايل. هل يمكن ارسال منتوج لبيعه في اي دوله في العالم؟ ما هي الدول المنتجات التي تنصح البدء بها؟ خويا هذا السؤال هذا راه دابا حاليا ممكن تبيع في اي دوله في العالم، اي دوله في العالم ما بقاش فهمتي العالم راه ولا قريه صغيره، واي دوله في العالم ممكن تبيع فيها. ولكن كما سولتي اشنا هي المنتجات اللي كنصحك تبيعها، شتي الا مشى شي واحد جاوبك على هذا السؤال هذا بلا ما نقول شي كلمه اخرى فهمتي، ما هذا السؤال هذا لا مثلا نجي نقول لك لي برودوي ديال البرونزاج اوروبا، الا جبتي البرودوي ديال البرونزاج لدول اسيا هنايا غادي تبيع صفر، لان الثقافه كتختلف كلشي كيختلف، لان كما قلت في واحد خاص تعرف البلاد وتفهمها مزيان وتعرف المشاكل اللي عندها، وملي كتشوف المشاكل اللي عند ملي كتشوف المشاكل اللي عند الناس ما هو المنتوج، هو المنتوج هو واحد الحل للمشكل اللي عندك. ملي كنبيع لك شي برودوي راه ماشي كتشري من عندي البرودوي، كتشري الحل لشي مشكل عندك. كل دوله الناس ديالها كيعانيو من مشاكل، هذوك المشاكل ملي انت تجيب البرودوي خاص تحل به شي مشكل عندهم. مثلا خاصك في دول اسيا شي برودوي كيبيض، لان هاد الناس هادو ولا كنتي سمر ولا لا كنتي برونزي يعني كتعني انك فقير، كتعني انك شي واحد خدام في الشمس دايز عليه. هاد الناس ما كيبغوش يوليو كحلين، كيخرجوا في الشمس كيخرجوا بالمظلات، تينوضوا مع الخمسة الصباح كيعوموا في البيسين وكيدخل في حالهم، لله كتبدا الشمس كتطلع شويه في وسط النهار ما كاينش حتى شي واحد كيتزاحم معايا في البيسين، كاين غير انا والاوروبيين والمراكنه وداكشي. الاسيوي ما يجيش يعوم معاك، واخا تخلصو ما يجيش يعوم معاك. الناس ما بغاتش تبرونزا، حنا كتقلب انك تمشي تعوم تبرونزا، يعني خاص تمشي خاص تشوف اين دوله انت تدوي على دول العالم، غادي تشوف اين دوله. وبيان سور الا مشيتي لديك الدوله براسك غادي تشوف شلا مشاكل عندهم وغادي تعرف ما تبيع لهم. بغيت نسولك واش ممكن تصيفط فلوس من باي بال بايونير؟ ميرسي بزاف، الله يجازيك بخير زعما فورماسيون. مرحبا خويا مابقاش ممكن تصيفط من باي بال بايونير، لان بايونير دارت شي مشاكل، بغيتي تعرف شنو هي المشاكل اللي دارت، غترجع اللايف ديال ول البارح. اللايف ديال ول البارح لا كانوا تيهمك تعرف شنو هما المشاكل اللي طراو، مي خلاصه الجواب ديال مابقاش اخويا ممكن، مي ممكن تسحب حاليا لي كارط المغرب، اين كارطة في المغرب ما يمكنش نرشدك، ولكن كنشوف الاخوان بزاف كيسحبوا الكارطات ديال المغرب، داكشي اللي عندهم في باي بال كيسحبوا لي كارط المغرب. اللي ننصحك نقول لك تمشي تسول اللي جاوبوك بالسربه هو الجروب ديال نورداكس، قول لهم خد شي بانكه في المغرب اللي ممكن تسحب لها باي بال، لان كاين شي بانكات كيعطوك ماستر كارد ما يمكنش تسحب لها باي بال، ما كاين دي بونك تعطوك فيزا. غادي تسولهم بالسربه غادي يجاوبوك. احلى تحيه فنلندا،
خو ما نجي ما نقول صاحبي المغاربه المغاربه تبارك الله ايفريوير المغاربه تبارك الله اخويا كاينين فين ما مشيتي فريمون هنا في تايلاند كاينين في هذه الجزيره كاينين مشينا لقنت الدنيا لقينا المغاربه فريمون مشيت لشي بلايص تنقول فريمون توليت وصلت لواحد النظريه انا والدري صاحبي كيقول لي فتنا كنقول هذه الجمله يقدر نقول اول مغاربه جينا لهنا صافي فواحد الصافي راه قلت ليه بثلاث الهضره هذه ما عمرنا باقي غادي نقولها لان الوقت بينات لنا باللي راه ما عمرنا غادي نكونوا حنا الاولين المغاربه الاولين اللي مشاو لشي بلاصه ديما كيكونوا المغاربه سبقوا مشاو لها الاخوان مركز مع السوقان مع الطريق شويه عامره وباقي تابعاني طواله هي الزحام ومحالة نوصل اليوم للدونتيست في الوقت واش في شوبيفاي نبيعو السلعه ديالنا اخويا في شوبيفاي كتبيع السلعه ديالك واللي ماشي ديالك هو الدروب شيبينغ اللي ماشي ديالك هو الدروب شيبينغ عندك شي سلعه مستوكيه راه غادي تبيعها ومزيان انك تبيع ديالك لان ملي كتكون شي سلعه عندك كتشوف الكاليتي ديالها وكتعاينها وكتلمسها وكتعرف اش كتبيع لعباد الله ولا الدروب شيبينغ كتشوف شي سلعه دايره 6 دولار كتمشي انت كتقدر تبيعها ب 36 في دوله اخرى وتتمشي كتفاهم مع داك اللي كيبيع كتقول له راه راه غادي نبيع هذا البرودوي هذا ب 36 ونبقى نصيفط لك الطابلو ديال الناس اللي شراهم عندي في الاخر النهار وانت تصيفط لهم السلعه ونخلصك انا مجموع في داك الشيء في الاخر النهار اجي يقول لك يس ما كاينش اللي كيقول لا على الفلوس فاكين شي طريق تسدات كاع كود 30 سي اش بنك اخي الاخوان كيسوني من البارح علاش بالك في سي اش بنك راني جاوبت البارح والله راه ما عنديش حتى شي خبره الاخوان في الابناك المغربيه ما عنديش حتى شي خبره في الابناك المغربيه اخر مره خدمت ببنكه مغربيه كانت في 2012 اخر مره خدمت ببنكه مغربيه في 2012 سهل عليا الله الحمد لله والشكر لله كلشي بفضل الله سهل عليا الله مشيت لامريكان حليت واحد الكوانت تمايا وتحسنت الخدمه وتحسن كل شيء وصافي هادشي اللي طرا من ديك الساعه ما عمري سقسيت بنكه مغربيه شنو هما لي زوفر اللي عندها باش تفيدني باش لان صافي فهمتي بحال اللي قلتي راك عارف فاقد الشيء لا يعطي بحال اللي قلتي دابا فهمتي غادي نمشي عند شي واحد فقير ما عندوش غادي نقول له عطيني 100 دولار ما يمكنش بحال قلت غادي نمشي للمغرب وغادي نقول لهم باغي ناكل سميتها هذا الانشطه الراجل دراغون فروت واحد الفاكهه معروفه هنا في اسيا شي واحد يكتب دراغون فروت غادي يقول لك لا ما عندناش فهمتي ما عندكش الحق صافي تتولي عارف فاقد الشيء لا يعطيه ما غاديش تجلس تضيع وقتك الاخوان تبدا بايونير كما كنقول ديما يسهل عليك الله غتمشي لشي بلاد راه ماشي هاد الاخوان اللي مشاو للميريكان ولا مشاو لاوروبا ولا مشاو لدول اسيا احسن منك راه بحالنا بحالك ويقدر كاع حنا كفس منك الى ويقدر مع مركز الاخوان مع الطريق ويقدر كاع حنا كفس منك ديما كنقول راني جايب الباكي ب 10.06 وقدر الاوضاع فاش عايش انت دابا احسن من الاوضاع فاش كنت عايش انايا وما عمر الاخوان تقارن حياتك مع حياه شي واحد اخر ما جيتش تشدني انا في ستاج 20 وتقارن معايا كنتايا في ستاج واحد اولا انت باقي في عمرك 18 عام وباقي المستقبل كامل قدامك تقارن معايا انا لان انايا ما كنقارنش مع الاخرين اللي فوق مني لان في الاخر ديال القصه كما كنقول ديما تيهمني يا راسي يدوز واحد العام نقارن مع راسي لقى راسي زدت لقدام خايبه اللي قارن مع راسي ولقى راسي رجعت للور غادي تبداو بايونير الاخوان غادي تضرب واحد البيريود تجمع شي فليسات غادي تمشي لشي دوله اخرى تحل كونت بونكير بين ما ان شاء الله واحد النهار حتى حنا البلاد ديالنا تحسن والبلاد ديالنا تولي الابناك كيفهموا فهمتي تولي السرعه في لي ترانزاكسيون تولي كذا كنحط شيك تيتصرف غدا ماشي راه حاليا في المغرب كتحط شيك ياخذ شهر
تحط شيك بالتوفيز كياخد شهر فهمتي يعني يولي نهار تحصل الخدمه طرا ما كاينش ما احسن من بلادك او والله ما كاين ما احسن من بلادك. او بالنسبه لواحد المنشور البارح نشرته على فريمون ما كاين هادشي اللي طاري في المغرب حاليا واخا تجيب شي عدو تجيب شي ما نسميش شي دوله عدوه ديالنا تجيب شي بلد عدو للمغرب وتقول لي دير فينا هادشي اللي كثر من هادشي اللي طاري في هاد الايام مايمكنش يطرى لان المواطن هو اصعب حاجه هو المواطن يدور فيك هو يدور فيك الناس ديالك وفريمون هادشي اللي كانوا قاطعين الفو اي بي كانوا قاطعين وتا جايين الناس ديال الكوب 22 جاي اوباما على بوتين على هذا على هذا يا الله طلاق ليهم اسميتو فريمون كوني ما تلقوش شي اخوان قال لي ما تدويش في السياسه لا انا ما كندويش في السياسه واش قلتيني كندوي على بن كيران ولا تنقول جامي كندوي في السياسه وفعلا ما كندويش في السياسه انا كندوي في شي امور متضرر بها كاين العمل السياسي كاين العمل الجمعوي كاين العمل الخيري كاين شي اعمال ما كندويش في السياسه وما عمري ما غادي ندوي في السياسه وما عنديش مع السياسه كندوي ان انا كنت كندوي مع العائله ديالي راني عايش في دوله اخرى كندوي مع العائله ديالي كل يومين ثلاث ايام كنشوفهم وجه لوجه كنشوفهم هاك كنشوف الوالد ديالي كنشوف الوالده ديالي راه مابقيتش كنشوفهم فهمتي دابا عاد جات المناسبه باش نشوفهم لان عاد السيكوب 22 حن عليا باش نشوف انا الاهل ديالي هادشي علاش كندوي ما كندويش على قبل وما كرهتش مورا الكوب 22 بقى متلوق هادشي لان فريمون ولا ما بقاش متلوق راه اصلا انا فاقد الامل فهمتي فاقد الامل في البلاد ما وما كنتسناش شي حاجه هي جوج وما كنقولش غيروا ولا ما تغيروش لا ما انا اسمحوا لي باغي نبقى بعيد دونك الاخوان اللي قالوا لي البارح انت تقول لنا ما تدويش في السياسه وانت ما دويتش في السياسه دويتي في الفو اي بي الاخوان ما عمرها تلقاني كندوي في السياسه وما باغيش ندوي فيها دويت على الفو اي بي مشكل كنعانيو منه وعلاش غادي نتسناو حنا حتى يجي البراني بحال قلتي باك يسلخك باك هو البلاد اللي كتسلخنا ديما الفو اي بي محيده علينا ما كناكلوش ما واكلينش في صحتنا مزيان علاش ما توكلناش مزيان وكلنا صاحبي مزيان باش ما نتشكاوش على البراني راه ليك حتى جا عمك اوباما وعمك بوتين دونك جا عمك عندك الدار عاد امك حطات لك الماكله عاد باك بغا يوكلك مزيان انت اش منطم مشيتي كتشكي عند عمك والله يا عمي ما واكلي والله الا كيعص والله عمي راه كيعصي وانا واحق الله عمي ما الله جيجي نجا يا عمي تحطوا لنا الماكله هناك فاك شنو هاد العيشه هادا صاحبي ديال نولي انا نمشي نشكي للبراني بلادي والله واحق الله هاد المزال ما تبغاش حتى لعدوك خويا سيموري زرب لنا شي فيلاج شو عندك اخويا شوف ارض الله كبيره وعطى الله فين تمشي وما تنقول لكش هنا مثالي وراه فريمون في الاخر ما كاينش ما احسن من بلادك ما البلاد خاصها شويه ولكن لا لا الله خويا سيمور ربح من الابلود شنو رايك فيه وما هي الواقع خويا والله ما عنديش فكره على الربح من الابلود سولني على السي بي ا سولني على ريسكين جابك بالخبره اللي كنشوف من الاخوان اللي حدايا الفيرال والاخوان كيضحكوا وحق الله الا وصلنا لهاد المزاله هادي فريمون فهمتي بحال كانوا قاتلينا بالجوع فهمتي محيدين لك الفو اي بي ميت انت بالجوع ما بقيتي كتشوف لا اهلك لا والو لا كذا جات المناسبه باش تشكي جات المناسبه ان عمي اوباما جا والله حق الله دخلت لذاك الهاشتاج ديال كوب 22 واحد الرئيس ديال واحد الجمعيه كاتب راه غادي نجي باش نحضر لكوب 22 لي كومونتير اللي عنده ديال المغاربه بحال ديك اللعبه ديال واحد الله مي حنا مقهوري ومحيدين لنا الماكله وميتين بالجوع وليلى الله وانتم عمي ملي جيتوا عاد حطوا لنا ناكلوا هذا فريمون هو المستوى اللي وصلنا ليه اول مره كنشوفكم معصب اخويا سيمون سانس لا اخويا والله ما معصب والله الا كنضحك ما خدموش ليا التراكينغ يو اس واش المشكل من بروسبر ما خدمش اخويا بغيتي تخدم بروسبر ننصحك الاخ بروسبر 202 واحد الاختي ديال لي هذيك العلامه ديال راه مقلق يقدر تفهمتي يقدر حتى هو من الناس اللي بغى الفو اي بي بقى مقطوع الله يسخر لك اخويا انا قلتي وجهه نظر وفي الاول والاخر انت قول اللي قطعوه وما يقطعوش فهمتي الله يسخر لك كل واحد يلغي بالغاه
خويا بروسبر 202 من الاحسن الاخ ننصحك تمشي لواحد سميتو ادس بريدج. الا كنتي باغي الا كنتي باغي تبدا فريمون سيبي ولا تراكي السيلز مثلا ديال كليك بانك ولا اي حاجه تحتاج فيها التراكينغ، ننصحك تمشي الاخوان مركز مع الطريق في نفس الوقت وكندوي. دونك هذا تحسوا بواحد شويه ديال الشروط الدان في الثواني الاخيره، صرت واحد الموتور كيدير قدامي. تنصحك اخويا بادز بريدج، يقدر راك يعطي واحد الباكيج فري، بدا بيه توكل بيه على الله وابخي داك الفري كافي كانك تبدا، ومن بعد يسهل الله الا بان لك درتي نتائج زوينه بداك الفري غادي تمشي تخلص بيان سور. تنقشو من الصوره نقرا شي سؤال. واش تقد تنجح بالكود سورس ديال الالعاب مجانا في مجال الريسكي؟ يا اخي حاليا الحمد لله بفضل الاخوان ولا عندك الكود سورس اللي فابور واللي ماشي فابور. اغلى كود سورس كاين في السوق حاطينو فابور هما، ما كيعنيش هذا الشيء اني كنشجعك على عقليه الفابور وسير خدم وسرق حقوق عباد الله لا، شي كنقول لك سير خدم ما عندكش. والله راه كيشوف راه نهار يكون عندك وجي تمشي تسرق هضرة اخرى، راه ناديك راه واخا سوفتوير وما شافك حتى حد راه خديتي كوبي وداك الشيء عندك. بحال اللي قلت نهار مشاو عند عمر بن الخطاب قال لي راه هذا راه سرق ليا، قال لي شوف غبر عليا دابا ما كاينش شي حاجه سميتها حد السارقه، لاننا في عام الشوع انت غادي تشوف الله ما عندك باش تشري، غادي تشد غادي تخدم. ولكن نهار يسال عليك الله ما كرهتش انه يكون عندك هذه القضيه هذه كما درتها مع بريندون بيرشارد، استفدت منه نهار سال عليا الله خلصته سنيت حتى كانت الدورات ديالو دار لها الديسكاونت وشريتها من عنده باش نحيد على راسي شي حاجه. حتى نهار رسالة عليك الله شي كود تمشي عليك ودخل لك مزيان سير شري من عند مولا. دونك تقولش لي اش اللي بدا ريسكين بلي كود المجانيين، راه لي كود كامل الحمد لله متاحين، والاخوان اللي تيبارطاجيو لي كود راه زعما وحق الله الا تنحيي الثقافه ديال الولاد في المغرب ديال اجي نتشاركوا واجي راه عندي هادي نعطيها ليك الاخ تلقى. اما راه يشري كود سورس بوحدو ويدير عليه داكشي ديال داك التفكير ديال قبل 2012 يخبيه هكا ولا يقلب ولا يشقلب ويتستر على شي معلومه. وهاد اللايف انا ما نديروش كاع وحتى واحد ما يشارك لا كود سورس وما ديروا ليه جروب لا والو، كل واحد يسد على راسو كل واحد يخدم بوحديتو وواحد ما يوري لواحد. ولكن في الاخر ما تلقاش وصلوا الدراري هاد النيفو هذا اللي كنشوف في 2016. دونك اخويا ما تسولش على كودات مجانيين، راه عندك خاصني نقص السرعة واحد السيدة هنايا خاصني نشوفها عاد نمشي أوليت عايشين معايا ستوري المرة الفايتة وصلت لعند الدونتيست نزلت كنجر معايا اليوم غادي اليوم سمحوا لي غادي نجرجركم أوي هنايا وانا جيت تصبروا معايا واحد جوج دقائق بالزربه نحيد عليا شي صداع حتى لواحد السيده. سديت الطريق 1 مينيت جيت الطريق you can't go from here please try oh sorry abba yeah pick one Sawa ji kaab? Sawa ji me kaab? Kaab? Yeah, I will go to the dentist in Patong, yeah? Okay. Okay, everything is okay? Okay, have a nice day. Thank you. Thank you. See you. Bye.
See you soon. Yeah. Opa. اعتذر الاخوان فريمون هاد اللايفات كاملين ما ما كانوش غادي يداروا مي كنقول سيميون دير اللايف و نفيدوا الاخوان وحنا في الطريق باش مسخر الله ومناني نحتارم الوقت. اخوان خلوني نركز واحد شويه نخرج الطوموبيله ما دخلت لواحد تريبه هنايا انا الحي الصناعي هذا فاش كنت واحد السيده جات عندها بالزربه عاود عاود ثاني دخل وخرج خمس شورت لبيعات في مازون لدي فقط ثلاث مبيعات حلول خويا السؤال ديالك مشى غادي نعاود نردو صبر ثلاث مبيعات في شهر اكثر اكثر الاخ نصحت بواحد القضيه لا غتمشي تشوف غتمشي دير امازون ادفيرتايزينغ عندك المبيعات قلال دونك سير بلاص ما جبتيش مبيعات ما قدرتيش تجيب ندير السلطه ما قدرتيش تجيب مبيعات ما قدرتيش تجيب مبيعات بالترافيك اللي كنسميوه الاورغانيك ترافيك يعني امازون يجيب لك الناس يشريو دونك خاص دوز ستيب 2 هي ان تمشي دير الاشهار عند امازون غادي تمشي غادي دير امازون الاخوان تيمشي اللايف وتعاود يرجعوا اخوان خصلك بالزربه باش نتمنى الفيز قبل ما يمشي اللايف ما عرفتش تقطع كاع الكونيكسيون غتمشي اخويا الفوق في الكونت ديالك ديال السيلر كاين ادفيرتايزينغ غادي تكليكي عليها تكليكي عليها غادي تدخل غادي تدخل الكيورد كاملين اللي باغي الناس ممكن يكتبوهم باش يشريو البرودوي ديالك ملي غادي تدخلهم غادي تحط شحال كتبيع على كل واحد خلي امازون يبيع ديالك مثلا الاخوان ما لا لا الله اللايف كيتقطع ديك الهضره اللي قلتها الاخوان قبل ما يتقطع اللايف قلت ليه فين غادي تمشي فين تمشي تمشي لادفيرتايزينغ تحط لي كيورد باش ممكن يشريو الناس غادي تحط بشحال غادي تبيع على كل كلمه صافي يجيب لي وجوك السيلز في نفس النهار ولكن شوف واش مخرجينك بعد ما كتخلص الثمن ديال البرودوي غادي تحسب التكلفه ديال البرودوي ديال الاشهار ديال امازون واش شريت لك شي ربح كمل ما شريتش لك وكيف وخاص تعاود الحساب يا تنزل الثمن ديال الاشهار يا المهم في الاخر راه كاين الحل حداك خاص تقلب عليه يا التكلفه ديال لا لا الله بقيتي كنتسنى ترجع على خاطرو هذا ما كان لان راه في الحي الصناعي الكونيكسيون ضعيفه باقي لي شويه عاد نخرج من الحي الصناعي عاد لا عاد لا مشى اللايف مزيان كنتسنى ما يمكنش نزيد الضو احمر دابا نتمنى على الله تبقى بحال هكا كنخاف نبدا نبغي نجاوب على شي سؤال ويتقطع عاوتاني ويفي يقطعو على سلامته نص ديال الناس اللي كانوا في اللايف مشاو عاد رجعت الكونيكسيون لا لا الله الاخوان ما عندكم كتشوفوا كلشي بعينيكم الكونيكسيون على الله خرجت من الحي الصناعي عاد عاودت خدمات ما الى عاودوا وقفوا ثاني راه غادي نضطر نوقف في اللايف ما نخليش كنتسنى الكونيكسيون تعاود ترجع خمسة على خمسة واخا الله ولا دابا عاوتاني خمسة على خمسة يكون خير ان شاء الله اخوان وصلنا للفيراجات
دير واحد دير واحد داتش باش تشوف واش طار هنا. بالنسبة لسميتو راه لارمي الجيش غادي يقولوا عرفت نفوتهم لا يقولوا راني كنصورهم ولا شي حاجة. ما جاتش انا كنصور هي الطريقة اخويا ما كنصورش الجيش. ويلي كون كنت هاجي في مصر كون كنت هاجي في مصر كنت تبعوني وحيدوا لي التليفون وقصة هي صح. الحمد لله هنايا فهمتي هاني ما هو احسن موقع باجي للادسنس اخويا. احسن موقع باجي للادسنس هو اللي تجرب اجي تجرب واحد ثلاثه ديال الشركات كنت جربتهم واحد الشركه تيقول لها ميديا وما عرفتش ميديا دوت نت حتى هي جربها. ملي تمشي تكتب في جوجل تكتب سيمو لايف سيمو لايف بدائل ادسنس يعني شفتوا الاخوان راه كنسوق فيراج 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 على مستجر عقلي مع الفيراجات وصايق بيد وحده ويد وحده بيان سور شاده التليفون تندو من الفيلم. تمشي لجوجل تكتب سيمو لايف بدائل ادسنس اجي يطلعوا لك ثلاثه ديال الشركات كنت جربتهم. هذيك تجربه مزيانه ديال ملي جربنا وكل واحد شحال عطاتنا وحط صوره ديال الارباح والكليك شحال كنا كنتخلصوا عليه في كل وحده وكل شيء كل شيء تلقاه تما. كيف تتعامل مع ترافيك الزيرو بارك والو هو بوت لدينا ستار جيد لكن ليس هناك تحويلات خويا. الزيرو بارك تروفي البوتس ترافيك يعني اللي كيجيو غير روبوات مي اخويا انت فهمتي في الاول والاخر بقى تفلتري. غادي تشوف اللي ما كيجيبش لك كونفرشن اللي ما تيجيبش لك كونفرشن غتوقفو اللي كيجيب لك كونفرشن غتخليه سيتو. ما تبقاش تقول هذا تيصيفط ليا بوت ما كيصيفطش ليا بوت واش السيتار كاين ما كاينش ماشي تبرز راسك مع هادشي. غادي تشوف في الاخر غادي تمشي تدخل لي سيت اللي كيجيبوا لك الترافيك من الزيرو بارك بيان سور هو ما تيشاركش معاك السميه ديال لي سيت ما كيشارك معاك شي تخر ميزه كيقول لك هاد السيت سميتو جي كا ال ام ان جي او 712 صيفط لك قد لي فيزيتور وانت بيان سور شنو غادي دير غادي تشوف واش داك السيت كيجيب لك الكونفرشن ما كيجيبش وقف سيتو غتخدم على الكونفرشن. خويا سيمو بغيت نشري جوجل سنايبر خويا غنتفاهمو قضية ديال جوجل سنايبر كما قلت في واحد اللايف انا راه الله اعلم ما عارف عليه حتى حاجة ولكن جوجل سنايبر راه كاين يقدر في كليك بانك الا كان بحال داك الهاتف كليك بانك شريها اخويا عجبك استفدتي منه خليه لك ما عجبك سرد فلوسك ما عجبكش دير ريفاند ساهلة ما تبقاش تردد بزاف فلوسك راه ما حدك مع كليك بانك ولا جي فيزو ولا الشركات المعروفين ما عندك علاش تخاف عليها. دونك شنو غادي دير غادي تمشي ان شاء الله غادي توكل على الله غادي تشريه صايق وفي نفس الوقت كان دوبل كان دوي وكلشي اول ان وان سوق مغربي ما تدوش عليها الاخوان راه تيبان لكم السوق المغربي في دول اسيا يعني راه شوف فين غادي نجنب شوف شحال من واحد دوبل لا اله الا الله والله يا حقا لك كنحشم عرفتي كتلقى هاد الفيز هادا تتجيبو معاك فين ما مشيتي في العالم كتلتي معاك داك الفيز ديال داك السوق المغربي. شوف شحال الأمة ديال البشر اللي دوبلت دابا وهما تيمشيو واحد من ورا واحد البوليس ها هو بالمناسبة كيقطع الناس الآخرين وشوف كيدير درت فيت خويا سيمو شي معلومة على الفوداكاش خويا ما عندي حتى معلومة خويا حبس الله يحتاج وخف الله يجزك راه حنا باغيينك طريق صعيبة الله يحفظك خويا هو كيما قلت راه الطريق صعيبة هنايا اعتذر الاخوان مركز مع الطريق اخوانا سينيور جرافيك ديزاينر واش كاين ما يدير في الريسكين ولا ننساه
خويا كاين ما يدير في الريسك كاين سيرتو نتا عندك الديزاين دونك غادي تقاد شي حاجه مزيانه هاد قد فريمون غادي تقاد دي جو لي و يقدر البوليسي يجيك اوي من هنا الاخوان ندوزو كاع من تمايا من هنا ندوزو كاع من ديك الطريق اللي جالسين كنتسناو من الصباح دورني مع واحد الدرب انا مع واحد الدرب غابر قال لي سير من هنا ضربوا يسدوا الطريق من تما مع فريمون طريق مساتوريا الدرب هذا ماشي اول مره غادي ندوز منه بالمناسبه بوكيت حافظينها درب بدرب يا راه اكبر جزيره في تايلاند بالمناسبه ماشي سهله ما بكثرت ما طولنا هنا دابا شحال من 2013 14 15 16 المهم راه الخير والبركه كنا حفظنا درب بدرب الدرب هذا فتدت منه شحال هادي هذا راه يدرب حتى انا وبحال قلتي ديز من درب طاباش هذا الاخوان دابا ولاد مراكش غادي يبقاو يضحكوا بحال داخل دابا درب طاباش دابا هذا هو درب طاباش ديالو ما انت المعابد الطامبلز ما هانية حافظ كل شيء هنا يا درب بدرب اشوف خويا اللي سولني قال لي راه عنده مع الديزاين انت اخويا عندك امل تنجح اكثر من الاخرين لان الريسكين في واحد النسبه كبيره ديال النجاح هو الجرافيزم ديال الجو انت بيان سور غادي تقاد حاجه احسن من الاخرين غتقاد حاجه احسن من الاكثريه اللي كيديروا الريسكين راه ما عندهمش شي مستوى في فوتوشوب يعني باش نتفاهم دونك انت يا جيت قد شخصيه مزيانه تقاد لارير بلون مزيانه تقاد اتقاد لي سكرين شوت مزيانين كيزعموا لواحد تيليشارجي اتقاد شحال من حاجه مزيانه دونك غادي يمشي داكشي مزيان توكل على الله ودون تولي كاليخون مابقاوش نسول واش هذا فيه ولا ما فيهش راه اي حاجه غادي تعطى اربع شهور لك ترتي اي حاجه عطيتيها 3 شهور 4 شهور لك ترتي راه ماشي فاهم مزيان ولكن يوميا ملي كنقول يوميا راه فريمون يوميا ماشي غادي تمشي تخبر وتجي تخدم لحد وتمشي تخبر جوج سيمانات وتجي تخدم اثنين تجي تخبر عاوتاني شحال وتخدم 3 ايام في الشهر كامل وثلاث ايام فرتتها وكتخدم هي ساعه وفي الاخر تقول لها خاصني راني ضربت شهر وما ما ما باقي ما شفت والو عارف غير ولكن انت كتخدم يوميا الشهر الاولى تبان لك النتيجه وكما كنقولها الاخوان في الاول هي ساعتين في النهار في الاول هي ساعتين في النهار غادي تمشي بعيد ابخي ملي تجيب لك الفلوس راه بلا ما نقول لك انا ساعتين في النهار تخدم من راسك 3 السوايع و4 و10 وقدر تجلس 16 وتولي دير لي نوي بلونج اون فوا كيبانوا الفلوس كيولي هادشي خويا 3 موا مازال ما درت حتى سيلف كليك بانك وجربت في خويا جاوبت جوج ديال اللايفات على هذا السؤال هذا ديال 3 موا جوج ديال اترجع اللايف ديال شي 3 ايام هادي جاوبت على نيت هاد 3 موا هاد واحد الاخ ولا انت ما عقلتش تقدر تكون نيت نتايا كتسولني وتعاود تسولني فريمون 3 موا كنت جاوبت عليها شي في اللايف الرابع وفي شي 3 ايام هادي اما تنحسبهاش اخويا بالمده وراني جاوبتك والله جاوبتك بالتدقيق وقلت فريمون شنو خاصك دير الا بغيتي دير المبيعات ديالك الاولى واه مع فاك 6 العشيه كلشي خارج من الخدمه الروينه في الطريق خويا السيمو عندكم الدراجات الناريه بزاف تما اللهم بارك واه خويا انا داير بحال مراكش وكثر من مراكش الدراجات الناريه هي عاوتاني حتى دخلت الفرد راه ماشي كدوي على تايلاند راه زعما كشي بلاد غنيه هاي الناس قنوعه هذا هو الفرق حنا المغاربه الطبع ديالنا ما كنقنعوش اللي كيشد مليون باغي جوج اللي عنده فيلا بغى يدير الثانيه اللي عنده ابارتمون بغى يدير الموين ستونجينغ اللي ساكن في الموين ستونجينغ بغى يدير الهوت ستونجينغ طبيعه المغربي انسان غير قانوع هنا راه الناس ما لاباش عليهم اخويا الناس راه كتشري موتور بالكريدي وماشي تنعرف واحد ولا جوج كنعرف امه البشر دراري صحابنا اسيويين وكاين اللي كنديبلاصا مع فراش شارت يقول لك الله يحفظك مثلا تكون معايا تقول لي واش توصلني انا نمشي نخلص الكريدي ديال الموتور ونخلص الكريدي ديال الدار وكل تلقى موتور داير عليه كريدي يعني الناس ما عندهمش الفلوس ولكن ديما مبتسمي هذا هو الفرق حنا المغربي غتعطيه اللي عطيتيه فهمتي تتلقى ماناجر ديال شركه كبيره كافر لا
تتلقى رجل اعمال كافر لاعن، كل شيء كافر لاعن، ما عرفتش علاش. ماشي كل شيء، وانما كاين واحد اقليه الناس الزوينه المبتسمه بيان سور، قلب عليها في المغرب عيش معها. هنا لا، الاكثريه هنا الناس مبتسمين، الناس قانوعه. هذا هو الفرق، ماشي زعما الناس، ماشي الفلوس اللي كتخليك احنا رجعنا، ماشي الفلوس اللي تخليك سعيد، وانما القناعه. هنا كاينه القناعه، كاين بنادم ما عندوش، فهمتي، ما عندوش وما خاصوش. يعني هنا بنادم عنده، ما نقولش عاوتاني في داك الشط المغرب ديال تعطيه 2000 و تعطيه 1800 درهم، لا، كاين ناس سميك محترم صافا، ناس صافا مدبرين على راسهم، خدامين، عنده باش ياكل، عنده باش يعيش، صافا بخير ومبتسم وعايش فرحان. خويا سيمون هيك راه جي ما كنتمنى ما يكونش هذا هو اللايف الاخر. اخويا اللايف راني راه ترجع للبدايه ديال اللايف، اجي تلقى اللايف كتبت اللايف الاخر على حقيقتاش غير ما نقدرش باقي نلتزم يامات اخرى. انت كتشوف يوميا، انا تشوف دابا جوج ديال اللايفات جرجرتكم معايا، واحد غادي توصلت عند الدونتيست، اليوم جرجرتكم حتى للحي الصناعي، من وراها دابا غادي نبقى جركم حتى للدونتيست. تنقول فهمتي يا مازال هاد الوقيته هادي ما كتكونش عندي خاويه، ولا بودا كتكون عندي شي حاجه ما يتقطر. غدا جايين عندي الناس ديال واحد الشركه غادي يجلسوا معايا هنا 3 ايام ولا 4 ايام، غادي يمشيو يجيو الاخوان ديالنا المغاربه محمد يجي يحيى والدراري اخرين. ما غاديش نكون عاوتاني خاوي، يعني ما بغيتش يبقى عليا الالتزام ديال كنتسناو السيمو لايف مع ال11، ما بين ال11 و12 كيدير اللايف، لاني اللي التزمت خاصني نوفي بالالتزام ديالي. و60% ديال الاسئله هي الاسئله كتعاود وتيبان ليا الاخر فيهم اللي تابع اللايفات الكامل راه عنده ما فيه كفايه باش يبدا. ولا غبرت الفتره الجايه لايف واحد 15 يوم ولا لايف في الشهر، لايف في الشهر نشوفكم. راه واحد الله راه فهمتي، راه ماشي وليتو فامي، يعني راه ما كندويش، راه ما كنستعملش الاخوان الدارجه باش نتفاهموا، راه ما كنستعمل الدارجه حتى اللايف، راه النهار كامل اللي كندوي وحده في الجوج، يا كندوي لونغلي يا كندوي تايلونديه. دونك امتى كندوي الدارجه وكنسترجع الدارجه واللغه المراكشيه المباركه حتى اللايف معاكم. ولا لا بغيت نجاوب شي كومونتير فيسبوك، يعني ما بقيتش كنعمر فيسبوك بزاف حتى هو، وشي اخ سولني بالدارجه ولا شي حاجه وبغيت نجاوبو على الكومونتير ديالو بالدارجه. اما الدارجه فريمون فهمتي راه كنحس في اللايف واحد الشعور زوين، بحال اللي جالس مع العائله والصحاب والحباب وكذا، وكندوي اللغه ديالي وكنقرا الكومونتيرات باللغه ديالي. دونك راه ماشي غير هاد الالتزام ما بين الخمسة وستة العشيه عندي كتكون الوقيته عامره وتنكون شويه مزير. الله تيشوف، فهمتي راه كتشوفوا كلشي بعينيكم وصافي. وان شاء الله غنغبر كاع، الا غبرت واحد الشهر كاع ونديروا شي لايف نشوفوكم نجوا ثاني. انا اللي كنجي نشوفكم، ماشي نتوما اللي تجيو تشوفوني، انا جدا نجي نشوفكم. والله ما تنسخاش بكم الله نلقى باركينغ بالسربه وخا 6 العشيه لا تبشر بالخير، لان كلشي كيخرج مع الخدمه ديالو وتتبان لي الطريق عامره بلان. والسونتر فيل دابا باش باغي نباركي كاو 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 الاخوان مقتطع الطرق رد مع البال، اسمحوا لي. يلا شي بلاصه نباركيو فيها. مرحبا بك في الجابون اخويا، حمسني راقي داك العام مشى للجابون، والله يتحمسني نزور الجابون ان شاء الله. علاش لا اخويا، نجيو نديرو شي زياره للجابون. الله اللي قال الله 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 اللي قال شي بلاصه للباركينغ قدام السبيطار، لا ما كاينش. دونك نمشي نقلب في بلاصه اخرى. هل الريسكين سهل التعلم اذا خصصت له ساعات مركزه في اليوم؟ خويا الا ركزتي ساعتين في اليوم تعلم الريسكين وتمشي بعيد، خاصك تركز ساعتين في اليوم جد كافيه، اكثر من كافيه. والحمد لله عندك الطوارات ديال يوديمي، الطوارات في يوتيوب، والطوارات
في يوتيوب محطوطين فابور وكاين الدورة المسربة ديال اخ نبي بالمناسبة كيبيعها وقتاش ما قلتها كنعاودها وراه كيبيعها شدوها الاخوان سربوها انت عندك الفلوس تمشي تشريها من عنده ما عندكش الفلوس غادي تشدها غادي تقراها غادي تعلم منها غادي تبدا توكل على الله نهار تدير الفلوس سير خلصوا فيها راه ماشي شي حاجه هذا ما كان الله اللي لقاو شي بلاصه نباركيو فيها غير هنا و سميو الدورة ديال نبيل كما قلت عاود نفكر عاوتاني شراها من عنده اخويا ملي دير منها فلوس الا ما عندكش عندك شراها من عنده هو الاول كيفاش تكبر ايميل ليست ويكونوا دي سبسكرايبرز كاليتي خويا الا بغيتي تجيب سبسكرايبرز كاليتي هو دير شي كومبين في الادورد الهاي كواليتي اللي كاينه في السوق كاع اجي تمشي غادي تصرف اجي تمشي للفريلانسر.com اجي هي الميثود ديالي انايا غتقول لهم بغينا شي شركه في الهند اللي اجي تقاد لينا واحد السكويز بيج اللي تاكسبت من ادورد شي شركه اللي ديجا كتلقى ديك الشركه هي جوجل ادورد بارتنر فهمتي يعني هما ديجا راهم بارتنر تاع جوجل ادورد ما عرفتش شحال تيكونوا الشروط صرفوا معاهم جاوبوا على قد تقد ديال الاسئله سولوهم شي اسئله جاوبوا عليهم صرفوا معاهم اجي تمشي عند شي شركه اللي ديجا جوجل ادورد بارتنر اجي قدتولك سكويز بيج وبيان سور ما اجي قدتولك سكويز بيج اجي قدتولك مع برايفسي اند بوليسي يعني الخصوصيه يا قسم لتحت تكون الخصوصيه الا ما كانتش الخصوصيه راه ماشي تاكسبتا في جوجل ادور وخاصها تكون لاباج ديال كونتاكت والكونتاكت من الاحسن تكون فيها نمره التليفون المهم ديك الشركه تشرح لك كلشي غتبقى تقول لك انت راه وهي تبدا تحط لاباج تكلفك ما بين 200 دولار 300 دولار لكن انت كتعاود معاهم شحال من باج بيان سور غادي ينزلوا لك الثمن ويقدروا ينزلوا معك في الثمن حتى لديك 100 دولار للباج غنحاول نباركي هنايا واخا ما عرفتش هنا واش مسموح بسم الله وصلنا غير قربنا للسبيطار باركيت بعيد باركيت فهاد البلاصه شويه بعيده از اوكي ماي كابون كاب از اوكي اي ويل اوكي سمعتوا لونجلي ديال التايلانديين فهمتي الملخص ما تقولش لي اي دونت هاف ماني اجي تقول نو ماني لك نو باركينغ نو باركينغ الحل دير صافي ليه فين ليه مع فلوك كيكون واش ما عرفتش مسموح لان بانوا لي باركينغ هنا الطاكسيات وهنا كاين واحد القضيه سميتها العرف ماشي فهمتي ماشي بلاكه فيها خاص بالطاكسيات فالعرف فهمتي داكشي اللي تعودوا عليه همايا دونك هاد البلاصه هادي تعودوا عليها ديال الطاكسيات شفت الطاكسيات جيت باركيت بيناتهم ما غادي نشوف شي بلايص اخر بالمناسبه شي اخ جال تايلاند ما عادش يطول انجلي مع شي واحد مع الدري صاحبي الشقر جا عندي عرفتي كان الموت ديال الضحك كان تيدوي انجلي بيرفكت ديال الافلام فهمتي يعني مثلا جمله بسيطه شويه لا اي دونت هاف ماني ماش فهمكش قلت له نو ماني لخص ليه كاين الاخوان اللي صعروا علينا بهاد اللقطات هادو ديال شحال من اخ كنعرفو امريكان يقول له فاك ما تدويش معايا هكاك فرض عليه اللغه يتعلمها صحه لا يا صاحبي خلي السيد ناشط لخص معاه ما تستعملش مع ادوات الربط لان في التايلانديه لان التايلانديه اللغه التايلانديه ما فيهاش ادوات الربط مثلا بغيت نقول هاد الريستورون مزيان فيه الماكلة بنينة ياك
الا جيتي دوي بلونغلي غادي تقول مثلا this restaurant have some tasty food ولا delicious place ولا delicious food. يعني راه غادي تبقى تربط. هما لا جي جا يقول لك ران اه ران اهان يا ريستورون ران اهان ران اهان اروي اروي. يعني تصور قلتي ريستورون الجديد بزاف ران اهان اروي ماك ماك كاب فاك. يعني ما كاينش ادوات الربط. قال لك ريستورون الجديد بزاف سال صافي سالت الجمله ران اهان اروي ماك ماك ران اهان اروي ماك ماك كاب تيني. يعني يقدر يقول لك تيني هنا هنا ديس تيني ران اهان اروي ماك ماك كاب لخص لك صافي. يعني لا هما كتستعمل تيستعمل لك نوماني فهمتي ماشي بقى يستعمل ادوات الربط. ماشي يقول لك اي دونت اي دوك على راسي اي دونت هاف فاكين شيت اي دونت. هادو كاملين نحيدهم ليه نوماني. كم من منتج يسمح لي كليك بانك بترويجي ان ليميتد. خويا عندك الحق ترويج ان ليميتد شحال ما بغيتي ديال المنتجات ما كاينش مشكل في الترويج. كان عندك كونط وكنتي كتاجوتي لي برودوي كاين شي ليميت غتكتب ليميت كليك بانك برودكت الا كان البرودوي ديالك تراك مساتوريا فريمون مساتوريا. شي واحد شاف السقف المره الفايته وقال لي ما السقف موسخ. هادي تعويده هادي تعويده ديال بودا فهمتي ديال البوديين. قال لك باش تحميك من الارواح الشريره فهمتي الارواح الشريره الا جات تلقى لك في الطريق غادي تقلب بك الطوموبيله ولا ولا. المهم ثقافه مختلفه كنحترم تنحترم التفكير ديالهم كنحترم التفكير ديالهم وبيان سور ديما خاص تحترم التفكير ديال الاخر كور ديال لادسنس اربيتريج. خويا كور ديال لادسنس اربيتراج تمشي تشوف حسام الصاوي. حسام الصاوي كان جا لكازا كنشرح لادسنس اربيتريج وهو راه قديم في الاربيتريج. يعني كيشري لي فيزيتور من فيسبوك اد كيصيفطهم للسيت فيه لادسنس وكيربح منهم. والاخ اللي كان فتح بيستي ديالو قدامي وشفت النتائج وشفت لي ريزولتا ديالو عقلي فريمون مع الدونتيست مزكي مع 6 6 و 4 دقائق. عندي ماكسيموم ديال الروطا ربع ساعه بلاصه فين باركي ما كيبانش ليا فريمون عقلي مشي مع هادشي. اوكي يو كان جو بلاصه فين باركي ما كيبانش ليا فين باركي حاليا. كلشي عامر الدنيا فرقعه بعباد الله. سواجي كراب سواجي كراب واش الله يحفظك خويا ما نجي ما نقول. جاوبتيني على السؤال اللي بغيت نجي ان شاء الله لتايلاند على قبلك واش ممكن تستقبلني وتدعمني. اخي جاوبت على هذا السؤال هذا شحال من مره ماشي ما جاوبتكش. يا اخي حنا كنعيشوا في الغربه ياك وفت قلت باللي راه ما عمر تثق في شي واحد في الغربه. ما تثقش فيا انا وانا ماشي ما تنثقش فيك انت ولكن انا خاصني نكون بريدون. انا ما عارفش لا انت لا عقليتك لا انتماءاتك السياسيه لا انتماءاتك الحزبيه لا انتماءك الديني لا حتى حاجه عليك. وبالمناسبه راه فت قلت واحد اللي سميتو قلت واحد الهضره في اللايف اللي فات غتقلب غادي تلقى شدوا واحد الاخوان مغاربه السنه اللي فات في ديسمبر شدوا واحد الاخوان مغاربه هنا في بانكوك شدوهم بالتهمه ديال تيطبعوا لي كارت كريدي وتيسرقوا لي كارت كريدي سكامينغ يعني ووصلت القضيه حتى للتزوير ديال الباسبورات. واحد من الاخوان اللي شدوهم كان كونتاكتاني قال لي اخويا السيمو باغي نتلاقى بك وقلت ليه لا والحمد لله اني قلت ليه لا. وكاين في اليوتيوب كاين التحقيقات معاه كاين البوليس تحققوا معاه ومنشورة لان الطيرونت كينشروا كل شيء. يعني الا تشديتي هنا كينشروا لك التحقيق في اليوتيوب كينشروا الاسئله اللي كنتي انت وياهم في الكوميساريه كينشروها في اليوتيوب. دي دونت فاكين كير من الاخر تحطوا كل شيء في اليوتيوب. دونك ما كتعمرش مع اي واحد في الغربه ما كت فهمتي ما كت ما فهمتي الناس خاص تكون تعرفها مزيان. راقي فراسك راقي باش نتعرف عليه. كنت كنتهرب عليه 70000 مره. راه كاين شنو اللي تيخليني نتلاقى به هو واحد النهار
ديما كان ديما تيقول لي طنطان تنقول لها واخا 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 واخا. كنت ديك الساعه في 2013 جيت لبوكيت وديما كنتهرب عليه. ها هو دابا ديسمع هاد الهضره هو عارفه وقلت قايلها لي هكا. قلت ليه فريمون كون ما قلتيش ليا راه غادي نجي عندك نتلاقى بك راه خاصني نجيب معايا المراه، كون ما قلتيش ليا المراه ما كنتش غادي نتلاقى بك ولا عمري غادي نشوفك ولا عمري غادي نثق فيك. لان ملي سمعت عنده مراه قلت هذا شي واحد اللي هاز الريسبونسابيلتي، شي واحد اللي بعقله. فهمتي؟ وانت اخويا ما تثقش في اي واحد، ما تثقش في اي واحد. انا نقول لك من غيري انا ما تمشيش عند اي واحد. ما تقولش في شي دوله نمشي عند خوتي المغاربه، لا صاحبي ما تمشيش اصاحبي. وفريمون الناس اللي كيبان لك تلاقيت معاها في تايلاند راه الناس اللي كنسول عليها، ولا هي كتقول لي راه انا كنعرف فلان وفلان. الاخوات ثلاثه باش نكون واضحين، واحد الاخوات ثلاثه تصورت معاهم مؤخرا ولاد الصويره تبارك الله عليهم، راه قبل ما نتلاقى معاهم سولت عليهم الاخ نور الدين، سولت عليهم واحد الدريره اخر قالوا لي لا دوك الناس الله يعمرها دار وكذا كذا كذا. عاد مشيت تلاقيت معاهم، راه ما يمكنش نقعد مع اي واحد، راه ما يمكنش نجلس مع اي واحد. راه فريمون القضيه ديال فراسك ان بنادم اللي عنده الحياه اجي ديرها في حياتي، بنادم عنده الحياه ومتدين بزاف ما كنريحش معاه. لان كنقول يقدر شي نهار تفنفن ليه ويمشي لداعش ويقولوا خونا اللي كان كيريح معاه حتى هو، يلا نمشيو نلحقوا عليه حتى هو نجيبوه يدير يدوز التحقيق. الريبيتاسيون ديالك الاخرى عليها ما تريحش معاه من ما، ما تجلسش معاه من ما. مثال اخر، مغاربه شدوهم العام اللي فات غادي تكتبهم الروكان نايرود، غتكتبوها في جوجل غادي يطلعوا لك مغاربه تشدو عندهم الحشيش. واصعبتوه ما تمشي فيها في الدول الاسيويه الحشيش ما تيرحموش، ما كيرحموش، يقدر 25 غرام يضربوك عليها 10 سنين. وثاني اخي بحبس في العالم هو تايلاند، ماشي الحبس المغرب المانطا ومبرا والتلفيزا وتيقول لك والله تندخل على امك الحبس، لا انا ما يقدرش يقولها. ثاني اخي بحبس في العالم الفلبين هو اول حبس خايف في العالم، انا ثاني اخي بحبس في العالم. دونك تك التصاره والله تندخل ما كايناش هنا، هنا فهمتي اي دوز يا ما تكحله. دونك 10 سنين هي 100 عام، دونك هي سيمانه هي 10 سنين. دونك اخويا الواحد تيولي الفويت بريدون الا وملي تشدو دوك الاخوان المغاربه جمعوا كاع اللي كان عندهم في الريبرتوار ديال التليفون يدوز التحقيق. ومال اخوان على هاد الصداعات هادو، لا كتولي كطراي العلاقات ديالك، كتولي تطراي للناس اللي كتريح معاها، كتولي تطراي للناس اللي كتمشي كلشي كلشي كلشي، كتولي تطراي بزاف د الحوايج اللي في المغرب. هانيه في المغرب مع من ما ريحت، مع من ما خرجت، مع من ما دخلت. في ميريكان لا، في ميريكان كيجي كيدو معايا شي واحد تنحد العلاقات، انا كتعرف فهمتي راه كاين شي واحد تكون ريبيوتاسيون ديالو خايبه تريح معاه دونك راه يجرك. ما باش لي هادي الكاع بلاصه من الصباح كندور. لا اخويا ماشي ما باغيكش تجي عندي، ولكن الا بغيتي تجي عندي مرحبا بك. الا كنتي كتعرف شي واحد من الريزو ديالي، ماشي واحد تعرف جوج وبجوج هما يشكروك، لا السيد الفلان الله يعمر. دابا مثلا نفترضوا انه بغى يجي عندي كريم جبران، مرحبا به على الراس والعين. بغى يجي عندي يوسف اوف الطول الدري صاحبي الديزاينر ديال، مرحبا به. بغى يجي عندي اي دري مرحبا به. بغى يجي عندي شي دري صيفطوا ليا الجزيره وصيفطوا ليا كريم شكرا مرحبا به. ولكن ما نقدرش اخويا فهمتي، ما نقدرش ما فريمون صريح معاك، ما نقدرش نريح مع شي واحد ولا نخرج معاه ولا 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 ولا، ما يمكنش. في المغرب مرحبا، نجي للمغرب جي ريح معايا كذا، تنقول له تما البوليس ديالنا المخزن ديالنا كلشي ديالنا فهمتي، غادي نتشدو غادي تفسر لهم غادي عارفينك عارفين التواصل كلشي عليك. هنا راه ما عندهمش دوسي عليك، في المغرب عارفين انتماءاتك السياسيه الحمد لله، لا دي اس تي كاينه لا جيد كاينه دايرين خدمتهم، عارفين عليك الشاده والفاده عارفين عليك كلشي فهمتي. يعني مثلا الا تشتتي فشي حاجه راه عارف تقول لا هذا راه ما يمكنش يدير هادي وما يمكنش يجمع مع هذا وفهمتي. وكاين واحد واخا الاخوان ما كيقبلوش بهذا الشيء هذا تيقول لك لا راه كاين الظلم، كاين الظلم في بعض ليك ولكن شي قضيه فيها انت بوحدك وكذا كاين شنو كيتسمى شي حاجه القضاء مشات ليا السميه. يعني كيبقى القاضي انه كيشوف بعينيه شنو طرى وتيهدد الحكم. بيان سور كيشوف هذا السيد ما عندوش السوابق، هذا السيد لا علاقه بهذا الصداع هذا كامل فهمتي. المهم المغرب كاين هذا الشيء، ممكن يجمعوا لك باكيج كامل ويحكموا عليك به. هنا يعني ما كاينش الباكيج باش يحكموا عليك به،
كنت مريح مع هذا اه هذا اش كيدير اش كنت انت مع هذه التوس التحقيقات وتبقى مصادع ولا زاد كاع غرقك داك الاخر هضره اخرى يقول لهم لا انت هذا معايا وفكا سير انت في التحقيقات وسير تبقى تبات في الكوميساريه شحال واش تفادى اخويا تفادى خالتي كتبت لي كاع عندك الحق البال الراس رد البال راسك بزاف الله يبعد عليك ولاد الحرام خالتي كاع اثناشر دقيقة طونت يستدي نمشي عنده بالروتر غادي نحاول نلقى شي بلاصة فين نباركي باركيت فواحد البلاصة تتبان ديال الماطرة نزل عاد نسول اخوان شفتوا هاد اللايفات كي دايرين الاخوان البحر هاو البحر المنظر ورا الشمس احنا ما غاديينش للبحر ماش حنا غادي نمشيو السلطه التقديريه كاينه اخويا السلطه التقديريه وكاينه واحد القضيه اخرى حتى هي المهم شوف في المغرب ما كنخافش من القضاء لا تحت في يد القضاء فهمتي الا كنتي داير راه هادي راك داير ما كنتيش داير راك ما دايرش وبلوس كيجمع لك الباكيج كامل فهمتي تيجمعوا لك حياتك كامله واش انت عندك السوابق واش في وجهك كتبان الشمكه المهم كاين بزاف د الحوايج ممكن يشفعوا لك شنو داير في حياتك واش انت انسان مزيان فهمتي قدر القاضي مثلا يشوف كدير العمل الجمعوي وكذا وكتعاون سميتو يقول لا هذا ماشي ديال هاد المشاكل هادو كاين بزاف ديال الحوايج كيدخلوا كاب الاخوان عندي واحد الجبده واحد شي ثلث ساعه ديال المشيه باركيت بعيد باركيت فريمون بعيد قدام طراز باش نعقل في البارك الطوموبيله اريد انشاء والله الا اكو احسن من الطوموبيل كنقرا الاسئله اريد انشاء مدونه عربيه للمستقبل كاين اخويا المستقبل كاين فريمون المستقبل نبرر لك عليه دابا وانه راجع السي بي سي وفريمون دابا تحس براسي في اللايف راجع بشحال كان الكليك في 2012 كان الكليك ديال ادسنس كان الكليك في ادسنس الدول العربيه كامله ميته دابا الكليك في السعوديه فريمون طالع عندك الكليك في قطر طالع الكليك في كاع دول الخليج طالع وعندك سميتو الكليك في المغرب حتى هو راه طلع ما يقولش لا شي واحد ما طلعش وليت دابا كتخلص الكليكه ب 3 سنت و 4 سنت ديك الساعه ما عمرك تفوت السنت واخا ما عرفتش شنو ما عمرك ما غادي تفوت السنت دونك القضيه راه تحسنات تم قانون الجذب باش تلقاه خويا ما خدمنا على قانون الجذب لا والو ما لقينا بليصه على الويندوز ستور ما كان جيد لي نشر التطبيقات خويا علاش درتي فينا هي ودنيك ها هي فريمون هي اللي درتي دابا فينا هي ودنيك ها هي علاش جيت تقول تمشي تنشر في التطبيقات في الويندوز ستور نشرها في جوجل بلاي ستور هو الاول ونشر في الابل ستور هو الثاني وتاد دير شي نتائج في هادو وتساتوريهم وتعمر المارشي وتحتكرهم مزيان ودوز الويندوز ستور حتى هو علاش لا خاي سيمو صبر نضطر السؤال ديالك اللي يمكن حل ديفلوبر ديال الابس عند ويب سايت حالين كان تحال اخويا ما فهمتش السؤال ديال ابس واش كاين شي والله ما فهمت شنو الكلمه هي راجع راه درتي خطا ملي كنتي كتكتب فهمتك كلامك سهل
اخويا الشيء اللي كاين فهمتي ما درتش حنايا ودنيا هي الاكثريه ديال الاخوان ما عرفتش الاكثريه ديال الاخوان كيلاحظ تيقول مثلا النجاح هو واحد المعادله معقده خاصني ندير شي حاجه فريمون في الاخر السهل الممتنع لان الله ما خلقكش عندك اربعه يدين ودير لك شي ما داركش فهمتي بحال شي خلقك سهل دار لك نويف وفم وعينين وكذا ولكن داك السهل داك السهل هو اللي ممتنع اللي ما سهلش دير بحاله لان اصعب حاجه هو شي حاجه سهله كتولي صعيبه فكرت ديما شوف ما عمرت فكر صعيب راه فريمون ملي كنراجع هادشي اللي درت في حياتي كامل سوا كليك بانك سوا لي زابليكاسيون موبايل اللي بيبليت في حياتي كامله سوا سي بي ا سوا 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 ما كاين حتى حاجه صعيبه الحمد لله راه ما كاينش شي حاجه صعيبه راه كاين هي هاد الخونا هذا راه يخدم سيتو وحاجه اليوم كديرها غدا كتعيق بهادي وهادي كتعيق ليا بهادي وكطيح في مشكل وغادي كتحسن وغادي كتحسن يا فريمون واحد الجمله قريتها عند واحد صاحبنا في البروفيل ديالو مؤخرا كان جا معايا لتايلاند اول مره هنا في 2013 اخ عاجل البروفيل ديالو عاجل ماف كاتب سيريال اونتربرونور مع هو حل شحال من شركه وسده وشحال من بروجي حلو وسدو وتيدوز من حاجه لحاجه تبارك الله عليه وكاتب متبت الضحك ملي قريت واحد الكلمه كايزن هي اش كتسمى كايزن هي التحسين المستمر فهمتي يعني ما عادش غادي نبقى غادي كنحسن كل نهار شويه من بعد غادي نهرب على الناس كاملين ماشي نجي مثلا ما نجيش نطلع للجبل في نهار واحد لان كلشي كيجي كيخاف من الجبل يطلع ليه في نهار واحد ولكن كنطلع انا الجبل في 30 يوم وابخي ملي كيجيو الناس كيشوفوني فوق الجبل كيقولوا اوه صاحبنا هذا كيدار ليها معلم صاحبنا هذا شديد وما معلم ما والو قسم الجبل على 30 يوم كل نهار طلع هو غير ثلث ساعه ونعس تمايا والغد ليه كمل ثلث ساعه ونعس هي ديك ثلث ساعه الناس ملي كيجيو كيجمعوها كيشوف انه خاصو يضرب مثلا واحد خاصو يبقى طالع داك الجبل 8 السوايع متابعه تقول له فاك على 8 السوايع متابعه نبقى انا طالع في هذا الجبل هذا دونك ما ابون كاب ثانك يو يا ثانك يو قلت لي راه دارك عرقان ابون كاب Thank you. No, it's the family. They say hi. Oh, hi. Yeah, say hi to them. just. Yeah. Simo, guys, شي موتور بايك تما. شي موتور كبير تما. لا اخويا ما عنديش موتور كبير عندي سكوتر صغير كنستعملو. في الحومه ولا كانت شي مسافه طويله شي سوقه فيها ساعه ديال الطريق ساعتين بحال دابا راه ساعه ديال الطريق راه تنهز الطوموبيل ايوا خويا خلونا في الاسئله المعقوله بار الاخوان ملي مشاو الاخوان مع الساطه الاخوان رجعوا الاسئله رجعوا الله صاحب رجعوا الله انا بغيت نبدا في الريسكين وعندي حاسوب في الجيم واحد جيجا في الرام واش خدام ليا في الريسكين ثانك يو واش خدام ليا في الريسكين واخويا خدام على حسب البروسيسور اللي عندك ما نكذبش عليك عاوتاني الا كان عندك شي كوردو ديو راه توكل على الله وتقاتل وخدم ما من الاحسن تمشي تبدل 3 طلع لواحد 4 جيجا فهمتي هادي هي اللي شفت الصديق ديالي دارها وعايش الفتره ديالو هو انه كانت عنده جيجا وحده مشى شرا جوج درامات اخرين حيد هذيك وركب ولات عنده 4 جيجا والاخ عنده ريكوردو ديو وبدا بهم شبيه بعيد شبيه بعيد غير مو بعيد آه
يعرفوا ان امازون اغلقت تسجيل 19,000 خويا هذا السؤال هذا راني جاوبت عليه ديجا. خدر مولا يكون تيكونيكتا ولا شي حاجه ديال امازون 19 غادي نصيفط البضاعه للزبون، ولا امازوني راه ممكن انت في امازون تصيفط البضاعه للزبون، ولكن راه هذاك الشيء كيتسمى مضيعه ديال الوقت، وتسمى تضيع الوقت بزاف، لان امازون مشينا ليه لانه كيريحنا من الاتصالات ديال الناس، يصيفط السلعه للناس، السلعه ترجع، السلعه ما عجباتوش ربطها، هادشي علاش مشينا لامازون. اما لو بغيتي تمشي لامازون باش تصيفط السلعه للناس راه فريمون هي تمارة، وفي الاخر غادي يسد لك الكونت، ولا سد لك امازون الكونت حتى هو كفاس من فيسبوك. الا كنتي كتعاني مع فيسبوك سد لك الكونت مابقاش باغي يقبلك امازون كابون كاب امازون ما فريمون مشاكل معايا. انا مشات تسد لك الكونت ما عمرها ما تبقي تحلم ترجع. والليل عندك السيمو اخويا الليل دابا غنمشى الاخوان نقطع للدونتيست الله يعاونكم، واخا ما طلع عليه مي هنا كيكون مريزيرفي لك ساعتين ديالك. لوبيراسيون اللي عندي اليوم عندي فيها فريمون ساعتين، وغادي نلقى مريزيرفي ساعتين، غادي ندخل عندو غادي نشوف شنو غادي يدير. مي هو متفاهم ان السته وقضيه الباركينغ الاخوان وصلت غنزور لكم الكاميرا. How would you go? I come late, so it's hard to find a place to park. Thank you. اوكي الاخوان صبرا ندير واحد الشريبه و هانتوما جبناكم معنا حتى عند الدونتيست. الله يتعارك تعارك بالمشية اخوان تبارك الله عليكم، طلعوا لي في راسكم، الله يوفق الجميع خدموا الشيء اللي نقول لكم، خدم 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 خدم. راه ما عنديش تندم على التمارة اللي ضربتي والخدمة اللي ضربتي، خدمة هادي تجي شي فترة في حياتك وتجي تندم انك ما كنتيش باغي تخدم، كنتي عاطي للتفاهات، كنتي عاطي للافلام، كنتي عاطي للماتشات ديال الريال والبارسا. بالمناسبة هاد اللعبة هذا سنين ما عمر تفرج في الماتش وكيكره الكرة، ماشي كنكرهك في الكرة ولا كنقول لك ما تفرجش فيها، عزيز عليك الكرة تفرج فيها ما يصير تخدم في نفس الوقت. ما تبقاش مضيع وقتك في القهاوي في الماتشات في الفلفل وفي الاخر تقول ما كاينش الوقت، تضيع وقتك في البلاي ستيشن. هي مسألة في الاول والاخر مسألة التضحيات، راه فريمون في البداية ديال حياتي راه كنا مضحيين بقيت هاد الماتشات، كنا مضحيين في الوقت اللي نجلسوا مع والدينا، كنا مضحيين في الوقت ديال القرايه، كاين شي وقيته تلقاك مضحي بوقت القرايه، تلقى راسك فهمتي مضحي باللعب في الزنقه. الدراري صحابك راهم كيلعبوا في الزنقه وكيدوز عندك تقول لك سيمو الله لعبوا كره، تقول لي لا خويا ما يمكنش نمشي معك مشغول. بزاف ديال الحوايج فهمتي، صاحبتك عارضه عليك وباغا تخلص قهوه من جيبه وانت ما غاديش باغيش تمشي. بزاف د الحوايج بزاف د الحوايج كتلقى راسك حرمتي راسك منها باش تخلص الثمن ديال واحد ما يكون فريمون. الدراري صحابي اللي كيعرفوني مزيان راه عارفين، في الباك كنت كنقرا مع واحد البنت وكنت مصاحب معها وكانت لاباس عليها، ماشي لاباس عليها لاباس عليها، كانت الوحيده اللي في الليسي اللي فهمتي عندها طوموبيله وكذا، ومن داك العيد كانت تقول لي قرا شد الباك صافي وابخي نشوفو با ومن هنا ونتزوجو. كنت تيت على داك العيد وديك العقليه غادي نبقى صغيور، غادي نبقى شحال فهمتي ضحيت بداك الشيء كامل شحال من وعد فهمتي. تيقول لي داك العيد راه صحه تقول لي ما نقيش مع فلانه، تنقول لي لا ما نقيش مع فلانه، قال فاك اصاحبي فلانه كيحلم بها كل لا صاحبي فلانه ماشي هي الطموح ديالي، خاصك تسمح في شي حاجه باش تاخذ شي حاجه كبر.
كل مشيت تبعت فلي انا كل يوم راني فهمتي ما جيت لقى هاد الحريه هاجي وهاد الحياه هاجي وهاد 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 ما جيت لقى هاد الشيء كامل فهمتي. وانت شوف باش قادر تضحي، انا ضحيت بهاد الشيء كامل، انت شنو قادر تضحي؟ اوكي طيب يا جات هاي هاو ار يو طلعوا فراسكم بالتوفيق بالتوفيق للجميع. Thank you.